بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد، قدم رئيس الاتحاد الدكتور حسب الله مهدي فضلة بيانا صحفيا تناول من خلال الإنجازات التي حققها الاتحاد منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا. تابع جزء من بيان رئيس الاتحاد في ميكروفون الزميل محمود موسى الفيل. السادة الحضور، إن لقاءنا اليوم الذي نعقده بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد ودخوله عامه السادس هو عبارة عن وقفة تأمل لمسيرة الاتحاد خلال هذه السنوات الخمس واستكشاف جوانب النجاح ونقاط الإخفاق لنقوي الإيجابيات ونعمل على تلافي السلبيات. وهذه الوقفة التقويمية تشمل كل من يهمه أمر اللغة العربية في هذا الوطن العزيز، انطلاقاً من أن كل جهد يقدمه كيان أو فرد من المنتمين إلى دوحة اللغة العربية تسري نتائجه وآثاره على اللغة العربية ومثقفيها بصفة عامة سلباً أو إيجاباً. وهذا يفرض علينا جميعاً أن نتعاون فيما بيننا ونتناصح بأسلوب حكيم بعيداً عن التجريح والتشويه والتشهير، لأن القضية قضية الجميع. ومن ثم ننتظر من كل مخلص غيور أن يقدم إلى القائمين على أمر الاتحاد ما يراه من ملاحظات واقتراحات هادفة تصب في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وتحقيق المصلحة العليا للغتنا العربية وبلادنا الحبيبة، لأن القضية قضية الجميع كما سبق. ونشير هنا إلى أن احتفالنا بمرور 5 أعوام لا يمكن أن ينسينا الجهود العظيمة والنضال الدؤوب الذي بذله الرواد الأوائل المدافعون عن اللغة العربية المضحون في سبيل إعلائها منذ عهد الشيخ عبد الحق السنوسي ورفاقه، ثم الشيخ عليش عوضة وتلامذته، وما تلا ذلك من جهود ومبادرات وحوارات تبلورت أخيراً في الدعوة إلى تكوين آلية تنظيمية تسهر على العناية بشأن اللغة العربية وتطبيق رسميتها على أرض الواقع. وإن أبواب الاتحاد مفتوحة لكل من يرغب في الالتحاق بعضويته والإسهام في مسيرته وتقديم الملاحظات والاقتراحات البناءة التي تساهم في الرقي والتطور وتلافي السلبيات. ونخص بالشكر فخامة السيد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي كان لرعايته ودعمه المعنوي للاتحاد ولمسيرة اللغة العربية بصفة عامة أثر كبير بعد الله في تمكين الاتحاد من الصمود والاستمرار خلال هذه الفترة بكل ما تحمله من عقبات وتحديات.